الجزء الأخير من البيبر بتاعك، يعني من المانوسكريبت، بيكون اللي هو السمري والكونكلوجن. طبعا هو الفاينل سيكشن في البيبر ما يعني طبعا انت ما بتحطش فيه معلومات جديده، لان المعلومات اللي بتبقى في السمري والكونكلوجن هي جايه منين؟ جايه من البحث بتاعك، فما فيش نيو انفورميشن جايه فيها، تمام؟ هي مجرد بس انك بتعمل سمرايزيشن للداتا اللي عندك في البحث. في السمري والكونكلوجن بتكون انت بتجاوب على الريسيرش كويستشن بتاعتك، بتكون الاجابه او الجملتين المكتوبين في السمري والكونكلوجن بيكونوا في البريزنت ايه؟ في البريزنت تنس. وطبعا بتكون الكونكلوجن هو تقريبا على الاجابه على الريسيرش كويستشن، هل كان في نتيجه او افكت مثلا لتاثير الليزر على الرينج اوف موشن، بتيجي في الكونكلوجن وتقول ان في طبعا البريزنت تنس يكون لا في نتيجه لتاثير الليزر على الرينج اوف موشن. خلاص، فهو عباره عن ايه؟ ان انت بتجاوب على السؤال بتاعك اللي انت كنت ذاكره فين في الانترودكشن. الاليمنتس بتاعت السمري والكونكلوجن وبقى فيها طبعا الامبليكيشن والكلام ده ممكن يكون قبل في نهايه الدسكشن برضه، فممكن يحطوها في الكونكلوجن او في نهايه الايه الدسكشن. امبليكيشن اوف ذا فايندنج، ازاي انت الفايندنج بتاعت الاستاد ديت تقدر تعمل لها ابلكيشن او امبلمنتيشن في الكلينيكال براكتس، ازاي الناس تستخدمها الفيزيكال ثيرابي عشان يبداوا بيها يعالجوا بيها العيانين. الانتربريتيشن باي الاوثرز، طبعا الاوثر بيقول لك والله في كذا كذا كذا، ثم في الكونكلوجن يعني بيلخص البحث بتاعه في مسج الناس تطلع بيها. ممكن يذكر فيها unresolved questions، تمام؟ يعني في مثلا طلع من البحث بس لسه ما زال جزء ما اتحلش او لسه في مشكله عايز ريسيرش تاني. الفيرست باراجراف بتاع هو عموما الكونكلوجن ما بقاش هو كله بيكون باراجراف واحد يعني، بس اذا كان في بعض الابحاث في سامري وبعدين كونكلوجن، وخصوصا تبقى في الديزرتيشن او الثيزيس او فيها كذا باراجراف، لكن في الكونكلوجن بيكون باراجراف مكون من سطرين او تو ستيتمنت عشان تلخص فيها الايه الكونكلوجن. طب ده كله كلام، يقول لك سامري، يقول لك ايه الفاكت بتاع الريدر لازم يعرفها، وبتعمل سامري الامبورتنت ريزلت بتاعتك، ايه هي الامبورتنت ريزلت بتاعتك اللي موجوده في البحث. السكند باراجراف درو امبورتنت اند سيجنيفيكانت كونكلوجنز. الثيرد باراجراف ده بيكون اوبشن، ده معناه انه ممكن موجود في بعض البيبرز او مش موجود في اي بيبرز ثانيه، بس ده بيكون اوبشن. معظم المجلات هي الكونكلوجن بتاع بيكون حوالي سطرين ثلاثه بالكثير او تو ستيتمنت يكون مذكور فيها الكونكلوجن. السمري والكونكلوجن زي ما قلت لكم بيكون في الرسائل بتاعه الايه الماستر والدكتوراه، وبقى فيها باراجرافات كثيره بتتكتب. فبتكتب فيها الايه الفيوتشر ريسيرش والريكومنديشن، وزي ما قلت لكم الليميتيشن والكلينيكال امبليكيشن والريكومنديشن بيكونوا في نهايه الدسكشن. سواء انت عملت لهم سب هيدنج كتبت فيها سمري مفيش مشاكل، لكن الكونكلوجن بتكتب كونكلوجن، وبتكتب فيها الكونكلوجن بيكون عباره عن تو ستيتمنت او ثري ستيتمنت او ثري سنتنس مكتوب فيهم ملخص اللي هي البحث او المسج اللي هياخدها الريدر معاه او الريفيو من البحث. نيجي بقى في حته الاكنولجمنت. طبعا انت لازم تكتب الاكنولجمنت، بتشكر كل من ساعدك في ان انت البحث ده يتنشر او يوصل للدرجه ديت. الحاجات او اللي بيسموها اي واحد عمل لك كونتريبيوشن للبحث بتاعك، ساعدك باي حاجه، طبعا بتذكره في البحث بتاعك تحت تايتل الاسم والاكنولجمنت. البيرسون اي بيرسون مثلا اللي ساعدك مثلا عمل لك الاحصاء فري مثلا، او اداك اي تكنيكال ادفايس او مساعده عشان تكمل الاكسبيرمنتال بتاعك فده بتعمل له اكنولجمنت، يعني بتشكره. اي سبجكت ساعدك ان انت تعمل ريكروتمنت للسامبل بتاعتك، ان انت تجمع العيانين عشان التجربه بتاعتك، برضه بتعمل له اكنولجمنت. اي مثلا حد ساعدك ان انت تكتب تعمل بريبريشن للمانوسكريبت بتاعك، تكتبه وتنسقه والكلام ده كله، لازم تعمل له ايه؟ اكنولجمنت.